الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. أحبتي الطلبة والمتابعين لهذه القناة التعليمية حيثما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقدم في هذا المقطع القصير والمكثف إلى حد ما الطريقة التي نستخدم بها الإكسل، نظام الإكسل أو برنامج الإكسل أو تطبيق الإكسل من مايكروسوفت، في رسم معادلة أو دالة إنتاج مثل هذه كيو تساوي 5 مضروبة في كمية العمالة الليبر للقوة نصف مضروب في كمية رأس المال كابيتال للقوة نصف. لاحظوا لأنه هاي من شكل كوب دوغلاس، فهذا هو دالة إنتاج من طراز كوب دوغلاس. كيو تساوي 5 في ال القوة 0.5 في كي القوة 0.5. يعني عندي هنا الآن العائد الثابت على الحجم أو constant return to scale. ما الذي سنقوم به الآن؟ الآن سنضع رأس العمالة على المحور الأفقي هنا هكذا أو أفقيا، هذه L لاحظوا باتجاه السهم، وعندي كابيتال يبدأ طبعا من وطبعا هنا 1 إلى 2 إلى هذا كأرقام يعني فقط للمثال من 1 إلى 10، وكذاك الأمر. الآن الليبر هنا دعني أعمل كوبي لهذه، كوبي دي ثم أغير اتجاهها نحو العمود أسفل هنا هذه هي، وكذلك أما أغير لونها أضعها مثلا باللون الأزرق الغامق وهنا الأحمر حتى يتناسب مع المتغير. أوكي، عندي هنا الليبر على المحور هنا أفقيا، هنا على عمودين الخانات. فالآن كمية كيو أضعها في أقصى اليسار هنا، وأضع على سبيل المثال هذا الآن السهم هكا أصغره حتى أبين وين اتجاه وضع إيش كيو. هاي عندي كيو جايب الخانات المحصورة في هذا النطاق اللي سأبينه بعد قليل. أضعها بالأخضر هنا كذلك الأمر. فورمات هذا أخضر، أوكي حتى يبين. الآن دعني أكبر هذه الأرقام هنا، هاي الخانات كلها الآن نكبرها حتى تبين الأرقام. أوكي ممتاز. الآن عندي الليبر على المحور هنا أو الأفقيا من 1 إلى 10، والكابيتال من 1 إلى 10 عموديا. آتي على هذه الخانة، هل يعني وضعت الآن الأوامر تنفيذها كما يلي. الآن دالة الإنتاج بيقول 5، إذا هذه عندي 5 هنا، هذه 5 لاحظوا لي هذه 5 أوكي، ومضروبة في الخانة هذه اللي هي D8، لكني بعد الدي وضعت إشارة الدولار ساين أو إشارة الدولار، ثم رقم الخانة 8 مرفوع كلها للقوة فاصلة نصف اللي هي فاصلة هاي قوة نصف، كذلك مضروبة في الخانة هذه اللي هي أتت هنا اللي هي E7، لكن سبقت كل الإي 7 الخانة بإشارة الدولار ساين أو إشارة الدولار ورفعتها القوة نصف. الآن بعد ما ثبتتها طبعا بكون عند الخانة هذه، بعد ما ثبتها أضغط إنتر بطلع عند الرقم 5 هذا. هذا 5 هو نتيجة الآن دخلنا هاي القيمة وهذه القيمة. أوكي لاحظوا دخلنا هذه القيمة ثم هذه القيمة، لكن ثبتت الآن هذا العمود ثم الأفق، فالآن بسحبها إلى الأخير. لاحظوا لي إلى الأخير سحبتها الأخير طلع عند هذا، ثم الآن بسحبها إلى بقية الخانات تحت 10 و10، فظهرت عندي كل هذه الخانات، كل هذه الخانات. الآن بعد ما ظللتها الآن يعني بينت عندي القيم، أظلل كل الخانات مرة أخرى وأذهب إلى Insert ثم Recommended Chart، بختار الآن All Chart، لكن بختار منها Surface، هذه Surface. الآن بختار هذه اللي هي هذه نفسها وأضغط أوكي، بيطلع عندي الآن دالة الإنتاج بصيغتها المكبر. الآن لاحظوا لي الكونتورز الواضح جدا من 3 أبعاد، هذه الآن دالة الإنتاج من 3 أبعاد. لاحظوا لي هنا عندي الليبر
والكابيتال ليبر او كابيتال او حتى كابيتال والليبر، لكن الكونتور لاحظوا هاي الايس كوانت الانحرافات هنا، هذا الانحراف يعني عندي من 0 الى 20 من هنا الى هنا، وعندي من 20 الى 40 هذا اللون، من 40 الى 60 هذا هاي اللون هنا وهك. وبالتالي الايس كوانت سبحان الله، هاي ايس كوانت، هاي ايس كوانت ثاني، هاي ايس كونتورز هذه، يعني يمكن لنا ان نرسمها كما يلي اذا اردتم احبتي. هنا يعني اذهب الى انسرت واختار هذا القلم، وبالتالي اضع الكونتورز كما يلي، هاي الكونتور الاولاني على سبيل المثال، ثم كونتور ثاني، اذا بختار كونتور ثاني هذا كونتور ثاني، هذا الان كونتور اخر. لاحظوا لي هنا، يعني هنا هذا الكونتور يمكن انه يطابق هكذا مع اللي هو الايس كوانت، ثم عندي ايس كوانت ثاني وثالث ورابع وهكذا. طبعا في عندي عدد لا نهائي من الايس كوانت. الان يعني المهم من هذا المقطع اننا بينا الطريقه التي نرسم بها دالة إنتاج من ثلاثة أبعاد، هذا البعد الأول، هذا البعد طبعا هو البعد الأول، البعد الثاني، ثم كمية الإنتاج على البعد العمودي. ولاحظوا الآيسو كوانت أو الكميات متساوية جاية متدرجة من الأسفل إلى الأعلى. إن شاء الله في مقطع لاحق سنستخدم هذه الطريقة برسم دالة تربيعية أو تكعبية حتى نبين نقاط النهاية الصغرى أو العظمى لها، ونشتق ويعني نقوم ببعض الاشتقاقات بإذن الله تعالى. أكون بذلك قد انتهيت من هذا المقطع، راجيا أكون قد قدمت لكم الفائدة لكم أحبتي جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.